على الفورمولا 1؟ أنا كمان أقول مبروك لنا جميعا حقيقة. حدث وفعالية مثل الفورمولا 1 هذا الشيء يعني يسعدنا جميعا، فأنا أهني الجميع بهذه الاستضافة. سؤال اللي بيتبادر للذهن أنه استضافة الفورمولا 1 لها شروط ومعايير ولها يعني مسألة صعبة مش سهلة، كم صلكم تتفاوضوا معهم حتى وصلتم إلى قرار الإعلان عن الاستضافة؟ الفورمولا 1 يعني تختلف عن بقية السباقات والبطولات اللي استضفناها، يعني طبعا هي أكبر يعني وأهم سباق سيارات يعني ومحركات في العالم، فالحقيقة يعني كان يبغى له يعني تجهيزات، وخذت مننا التفاوض طبعا من مساعدة سمو وزير الرياضة يعني تقريبا سنة لين ما اتفقنا على البنود والحقوق والمواقع. وإحنا الحمد لله يعني سعيدين أن الآن يعني توصلنا إلى يعني عقد واستضافة إن شاء الله يعني يستفيد منها الطرفين، فورمولا 1 والمملكة العربية السعودية إن شاء الله. أنا اللي فهمته أنه كان في تراك المفروض يكون أو حلبة موجودة في الرياض، بعدين أنه ولي العهد كان مصر أنه تصير الأمور في أسرع وقت ممكن، فهل السبب أنه كانت جدة هي الخيار؟ لكن حتعملوه شيء مختلف، جدة في الشوارع ووليلي، هل الأمر كمان أصعب يعني من الوضع العادي؟ صحيح، يعني الحمد لله يعني احنا نحظى الآن بحكومة يعني تدعم كل ما يخدم مصالح المملكة وكل ما يتطلع لها الشعب والمقيم في المملكة العربية السعودية، فطموح سمو سيدي ولي العهد طموح كبير ويعني يبغى الأفضل للمملكة وللشعب في الآن، يعني كل الأشياء اللي يبغاها تسير في وقت سريع، فإحنا نعيش في وقت سريع وفي عالم السرعة في المحركات، فما كان يبغى سمو سيدي ولي العهد أنه ينتظر إلين ما تبنى حلبة القدية إن شاء الله في 2023 أو أول 2024. فحقيقة هذا شيء أفرحنا، لأنه حتى إحنا يعني إحنا سعدنا ولما سمعنا يعني التوجيهات باستضافة هذه الحدث، لأنها يعني أنا أتكلم حتكلم اليوم كمحب ومتابع للرياضة، يعني أنا أحب سباقات الفورمولا 1 وتابعها. طيب لو سمحت.